الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، وحق ما قاله العبد: وكلنا يا رب لك عبد. اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ومنك الغنى، ومنك الكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي الخاطئة الخطاءة بتقوى الله وكثرة مخافته واتباع سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقلها المداومة على قراءة القرآن وكثرة الاستغفار والابتسام في وجوه الإخوان. حيث يقول الحق سبحانه فيما يخص التقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، أهمية الدعاء في حياة المسلم. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسمى أبو معلق، وهذا أبو معلق كان من الناس الورعين المتقين، وكان غنيا ثريا تاجرا، فكان يتاجر في ماله ويتاجر في أموال الناس. ويوم من الأيام هذا الرجل اعترضه قطاع الطريق، اعترضه لص، فقال أبو معلق: إن تريد مالي أعطيتك إياه ودعني. قال اللص: أما ماله فهو لي، وإنما أريد قتلك. فقال أبو معلق لقاطع الطريق: لو أمهلتني لأصلي لله ركعتين أو أربع ركعات. فقال له اللص: صلي ما شئت، فقد صلى قبلك كثير من الناس وقتلوا في الأخير. وبدأ أبا معلق يصلي، دخل في الصلاة وصلى لله ركعتين، ودعا الله في سجوده قائلا: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. اللهم اكفيني شره. أعادها مرارا أبو معلق في سجوده وألح فيها، وإذا به بفارس يأتي ويرشق بنبله، يرشق ذلك اللص ويقتله ويضعه طريحا في الأرض. وهكذا نجا أبو معلق من هذا اللص. فسأل أبو معلق سأل هذا الفارس: قالوا: من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، أتيت بعدما دعوت الله وعيت يا ودود، أو يا ودود، أرسلني الله لكي أكون في خدمتك، وأرسلني الله لكي أنجيك من هذا اللص، فبفضل دعائك أرسلني الله إليك لأكون لك عونا. فهذا حال الصالحين المحسنين مع الله الذين يعبدونه كأنهم يرونه. أصلحوا سريرتهم وظاهرهم مع الله، فجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا. سأل أحد الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله بعيد فنناديه، أم قريب فنناجيه؟
فأجابه صلى الله عليه وسلم بلغتهم التي يفهمونها في ذلك الوقت فقال: الله أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ثم قال شراك نعله أي السير الذي يربط به حذاءه. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. البقرة 186. هذه الآية دليل على أنه ليس هناك وسيط أو حجاب بين العبد وربه، لكن هذه الآية دقيقة جدا حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لأمر الله، إن أردتم أن يستجيب الله لدعائكم فعليكم أن تستجيبوا لأمر الله ولواهيه، وتستجيبوا لأمره عبر كتابه وعبر رسله. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. ثم قال في حديث آخر: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الدعاء واجب شرعي وضرورة، أنه واجب شرعي وضرورة إنسانية، والدعاء بالنسبة للمسلم كالماء للأسماك، وكالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل لهم من عوض؟ والله يحب من عباده أن يدعوه خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، ويحب العبد الملحاح الذي يلح في الدعاء ويكرره، الذي يلح في الدعاء ولا يقنط من رحمة الله. قال أحد الحكماء: لا تنزلن حاجتك من أغلق أبوابه وجعل عليها حجابه، ولكن أنزل حاجتك بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة. أمرك وهو الله سبحانه وتعالى، أمرك أن تدعوه وضمن لك أن يستجيب لك. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. ما من دعاء إلا وقد تكفل الله بتحقيقه، إما تعجيلا في الدنيا أو تأخيرا يوم القيامة. فالله بدون حاجب، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغلق بابه في وجه عبيده، أقول عبيده ولا أقول عباده، فكلنا عبيد الله، مسلمهم وكافرهم عبيد الله، ولكن قليل من يكون هذا، من يحرز هذا الوسام، هو وسام العبادة لله، فهو باب في وجه عبيده. حتى أن الظالم كان كافرا أو مسلما، المظلوم كان كافرا أو مسلما، فإن الله توعد بأنه سينصره ولو بعد حين، المظلوم، بل يستقبل طلباتهم ودعواتهم ورغباتهم في كل وقت وحين بدون موعد مسبق. يكفيك أن ترفع يديك أخي الكريم وتدعوه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الطائف قبل غزوة بدر، بعد غزوة بدر، أثناء غزوة بدر، قبل غزوة أحد، أثناء غزوة أحد، بعد غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، قبلها وأثناءها وبعدها، وقد نصره الله بهذا الدعاء، بدعائه وتضرعه إلى الله عز وجل في جميع غزواته وسراياه. فكان يشفق عليه أبو بكر في كل غزواته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان يشفق عليه أبو بكر إذ يدخل عليه فيجده يدعو ويلذ في الدعاء حتى يسقط ورافعا يديه إلى السماء، حتى يسقط رداءه على منكبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة. ومرة استيقظت السيدة عائشة رضي الله عنها كعادتها في ظلمة الليل، فلم تجد صلى الله عليه وسلم بجانبها، فخرجت تبحث عنه وتلتمسه، فوجدته بالليل، وجدته صلى الله عليه وسلم في البقيع، لأن البيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة للبقيع، وجدته في البقيع جات على ركبتيه رافعا يديه إلى السماء
في خشوع ومذلة وانكسار أمام الجبار يدعو لموتى وشهداء الصحابة بالرحمة والغفران. هكذا كان حبهم حبه لهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته أموات وأحياء، وهكذا كان حبهم له صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يتدافعون على بقية ماء وضوئه وعلى بساقه ونخامته صلى الله عليه وسلم، يتدافعون عليها ويتسابقون إلى بساقه ونخامته، فكانوا يمسحون بها أجسامهم ووجوههم تبركا به صلى الله عليه وسلم، حتى لا تمس جلودهم الموضع الذي مسته نخامة وبساق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء ملازم للمؤمن من قبل القذف إلى قبل الدفن، من قبل القذف إلى قبل الدفن، وبعدما ما من موقف مع في حياة المسلم إلا وفي دعاء، عند معاشرة الزوجة، عند ركوب الدابة في السفر، عند الحج، في الدخول إلى البيت، الخروج من البيت، في الدخول إلى المرحاض، الخروج من الخلاء والخروج منه، إلا وما من موقف إلا وله دعاء لا سبيل لذكره اليوم إذ سيطول بنا المقام. والدعاء سلاح المؤمن إذا كان خالصا لله عز وجل، وهو سهام الليل. الدعاء سهام الليل يطلقها الراكعون الساجدون، إما لقضاء حاجاتهم أو حاجة إخوانهم أو التخفيف من معضلات القدر، وهو حبل ممدود بين السماء والأرض يستوي فيه الفقراء والأغنياء، وعظم الربح يكون على قدر حضور القلب والنية وانكساره بين يدي الله عز وجل. وخزائن الله ملأى وملكه لا ينقص ولا يفنى، فقد جاء في الحديث القدسي الطويل نأخذ منه القليل، يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أولكم وآخركم والإنس والجن وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد من مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا، لو أعطى الله كل الناس كل من البداية إلى النهاية، لو أعطى الناس كل ما طلبوه، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله عز وجل إلا كما تنقص إبرام يدخل أنت البحر، إبرام يدخل البحر حتى تنقص منه ولا شيء. فكذلك إذا أعطى الله أعطي الناس جميعا، فإنه لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. والدعاء من صفة الأنبياء، ما من نبي إلا وله دعوة: نوح رب إني مغلوب فانتصر، إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، محمد صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، إلى غير ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك. والدعاء من صفات الملائكة، لأن من أهم صفاتهم التسبيح والاستغفار والدعاء للمؤمنين. ونحن أيها الإخوة في هذه الظروف العصبة والصعبة التي نعيشها، قلما تجد بلدا يعيش فيه المسلم في هناء وطمأنينة، وحال المسلمين إلا ما رحم الله ما بين مطرود ومبعد عن وطنه وممنوع من وطنه ومهدوم عليه بيته أو معدب في بلده، مثلا سوريا وبرما، ومكلوم ومشرد أو مجوع، وقمامات الدنيا تفيض نعما وخيرات ومأكولات صالحة للاستهلاك، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فواجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن تكون لنا خلوة مع الله في جوف الليل أو قبيل الفجر، فنصلي ونطيل السجود، عندها تكون أقرب إلى الله عز وجل علام الغيوب، فادعوه أن يرفع مقته وغضبه عن المسلمين. وأطلق أخي أختي العنان لدموعك، دعها تخرج وتتنفس، أخرجها من أعماق بئر خطاياك، دعها تخرج فإنها تكاد تنفجر من شدة حبسك إياها. وهكذا تكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تذكر الله في خلاه ففاضت عيناه،
ومن شروط الدعاء أي الإخوة إن للدعاء شروط، ومن شروطها الإخلاص، فادعوه مخلصا له الدين، ثم اليقين بأن الله سيجيبك بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنا بالإجابة، ثم حضور القلب والخشوع، كما قالت رابع العدوية جاء عند رجل قال إني أستغفر الله 1000 مرة في اليوم، رجل قال لرابع العدوية إني وهي من الصالحات إني أستغفر الله في اليوم 1000 مرة، فقالت له استغفارك يحتاج إلى استغفار لأنك تستغفر الله وتدعوه وقلبك غافل. إذن حضور القلب والخشوع وكثرة الاستغفار. ومن آداب الدعاء، هذه شروط الدعاء، ومن آداب الدعاء أن تبدأ بحمد الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وإلى غير ذلك من الأدعية تحمد فيها الله وتشكره على نعمه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وهذا أفضل، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ثم الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، تصلي عليه 3 مرات أو أكثر. ثم النداء بأسماء الله الحسنى، يا ودود، يا غفور، يا ذا الجلال والإكرام. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الدعاء في الشدة والرخاء، مش يحتاج تشتد بك الحال عدو، تدعو الله في الشدة والرخاء. ثم الإلحاح في الدعاء، أن تلح على الله، الله سبحانه يحب العبد الملحاب، وتكرر والتكرار والاعتراف بالذنب والانكسار أمام الله عز وجل مع سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، والدعاء بأسماء الله الحسنى كما قل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, le serment de ce vendredi traite un sujet très important dans la vie d'un musulman, les bienfaits et vertus des invocations. À savoir que les invocations d'Allah sont aussi importantes que l'eau pour les poissons, que le soleil pour l'univers et la santé pour les corps. À l'époque du prophète Hassan, un pieux et riche commerçant qui faisait des navettes commerciales entre la Syrie et Médine a été pris au piège d'un malfaiteur après avoir s'emparé de son argent, de son butin, de son argent et de son butin et de son bien. Décide alors de tuer ce pieux commerçant. Ce dernier demande s'il pouvait faire 4 raka'at, une prière, durant laquelle demande à Dieu à chaque prosternation de lui venir en aide. Tout à coup, un cavalier surgit, tuant le truand avec son épée, en précisant au commerçant qu'Allah a entendu ses invocations et qu'Allah l'a envoyé pour venir à son secours. C'était un ange du 4e ciel, envoyé par Allah pour secourir cet homme pieux, ce commerçant. D'où l'importance d'être pieux, et l'importance d'invoquer Allah dans les moments difficiles, et de les remercier et de le glorifier dans les moments de joie. Dieu aussi aime qu'on l'invoque par ses meilleurs prénoms. Ya Wadud, Ya Daljud al-Ikram, Ad'uka bi-asma'illah al-husna. Un jour, un compagnon des prophètes voulait demander l'aide d'Allah et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait demander l'aide d'Allah, mais il voulait savoir où se trouvait Allah, et demandait et disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, Dieu était-il loin pour l'appeler en criant, ou tout près pour juste lui chuchoter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est aussi près que les lacets de tes souliers. Remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à ses compagnons le langage qu'ils comprenaient. Et juste après cette anecdote, Dieu a fait révéler à son prophète le verset 186. La sourate, la vache. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux
toujours disposés à exaucer les vœux, ou bien leurs vœux, de celui qui m'invoque, à exaucer les vœux de celui qui m'invoque, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. En clair, Dieu dit, je suis tout près de vous pour exaucer vos invocations et vous aider à surmonter vos difficultés à condition que vous soyez à la hauteur de mes attentes, c'est-à-dire suivre mon chemin à travers les recommandations des Corans et les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu tient toujours ses promesses, à nous de faire de même. Tous les prophètes, l'un comme l'autre, ont marqué leur vie par une invocation spéciale à eux. Adam, Ibrahim, Noé, Moïse, Jacob, Jonas, Zacharie, tous, ils ont une invocation spéciale à eux. Je vous invite à y revenir dans des livres des invocations. Les anges d'Allah aussi, parmi eux, des anges spéciaux pour invoquer le pardon d'Allah pour ses serviteurs. Chers frères et sœurs, il est fortement recommandé que chacun de nous doit avoir un moment exceptionnel d'isolement et entre chacun de nous et Allah, ce moment d'isolement. Et on doit pleurer en faisant quelques prières et surtout en invoquant Allah au fin fond de la nuit, au juste avant la prière du Fajr, pour pleurer, invoquer Dieu afin de soulager nos peines et nos souffrances et les peines et les souffrances de tous les musulmans, de tous ceux qui sont dans la détresse, de tous ceux qui sont dans la phobie, de tous ceux en pensant à ceux qui sont privés de liberté, sans raison, en faisant des invocations en pensant aux exilés de leur pays, aux prisonniers sans raison, à ceux qui sont morts sous les décombres, à ceux qui sont privés de nourriture et de toit, à ceux qui sont privés de nourriture, affamés, alors que les poubelles du monde entier débordent de nourriture consommable. Et pour invoquer Dieu, les savants ont fixé un minimum de conditions. Les conditions pour invoquer Dieu, premièrement, être sincère dans ses invocations et être sûr qu'Allah exaucera tes souhaits. Invoquez-moi, dit Allah, dit, invoquez-moi, je vous exauce. On ne demande pas deuxièmement, invoquer Allah des choses licites. On ne demande pas l'anéantissement du bien de nos frères. On ne demande pas à Dieu qu'il nous aide à faire ce qui est licite. Il faut demander, faire des demandes qui peuvent rendre service à nous, à nos biens, à nos frères. Troisièmement, invoquer Dieu en le méditant avec un cœur humble et présent. Et puis il y a quelques règles de politesse pour invoquer Dieu. Premièrement, être en ablution. Se diriger vers le Qibla. Vers le Kaaba, bien sûr. Glorifier Dieu en le remerciant. On dira merci à Dieu de nous avoir guidés vers l'islam. Merci à Dieu de nous avoir donné tous les biens dans lesquels on baigne. Et en remerciant des bienfaits qu'il nous a accordés. Le premier bienfait, c'est le bienfait de l'islam. Puis insister en invoquant Dieu, en répétant les invocations plusieurs fois, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Dieu aime qu'on insiste sur lui, contrairement aux humains. Sans oublier de faire des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad.
et débuter les invocations avec un cœur humilié, reconnaissant des bienfaits d'Allah sur nous et toute sa créature. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بفضلك عما سواك وادخلنا الجنة بفضلك وجودك وكرمك واغفر اللهم لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وارحم اللهم كل من كان له الفضل علينا واغفر لعلمائنا ومشايخنا اللهم يا ربنا لا تدع في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا نفسته ولا فقير إلا أغنيته ولا أعزم إلا زوجته اللهم عجل بشفاء من أتعبه مرضه وتأخر شفاؤه فأنت عونه ودواؤه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وتقبل منا يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا وتقبل منا أعمالنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم كل من طلب منا الدعاء بالشفاء اللهم فاشفه يا رب الشفاء لا يغادر سقما اللهم كل من طلب منا الدعاء أو لم يطلب من الدعاء فشافه بشفائك إنه شفاؤك لا يغادر سقما اللهم شافه من جميع الأمراض والأوجاع والأسقام يا الله يا رحمن اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين أينما حلوا وارتحلوا اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين أينما حلوا وارتحلوا وارفع مقتك وغضبك عن المسلمين في سوريا وارفع مقتك وغضبك عن إخواننا في فلسطين يا الله يا رحمن وارفع مقتك وغضبك عن إخواننا في بورما اللهم يا ربنا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استغفرت به غفرت وإذا استرحمت به رحمت اللهم فارحم ضعفنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأصلح أولادنا وأصلح زوجاتنا يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام فإنه لا عون لنا إلا أنت ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين يا الله أرحمنا واعف عنا وتب علينا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل اللهم على وصلى اللهم على وبارك اللهم على الصحابة الكرام البررة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم.